لنا واحد النهار يعني شو يعني مميز بالنسبه لينا ولا الوليدات ديالنا الصغورين. يعني كنجيو كنفرحوا بهم، كنلبس لهم يعني لباس تقليدي كيكون يعني معترف بالنسبه للمنطقه، يعني كل منطقه وشنو كيلبسوا لهم مع التصاوره ديالهم مع الجو ديال الدقه، مع يعني كتكون واحد الليله مميزه، وكتكون يعني بالنسبه لهم حتى هما تذكار لهم بعد من يكبروا، باش كتكون يعني هذا اليوم هذا وهذا الطقوس كيبقى يعني من جيل لجيل كيتوارثوا ما عمره يتناسى، باش يعني كيحسك واحد الشعور ديال العائله. وبنفس الوقت يعني بان هذا النهار كاين يعني واحد النهار نهار مميز بالنسبه يعني للامه الاسلاميه كامله بعد يعني دلالة القدر، يعني كيكون واحد النهار ما كيتعوضش، يعني ما كيجي مره في السنه، يعني ما كيجيش دائما. وبالنسبه لاش كنلبسوا لوليداتنا وكنفرحوا بهم، ويعني هذا الشيء اللي كاين، يعني ما يعني واحد الشعور يعني مميز. الرحمن الرحيم. بمناسبه هذا الشهر الفضيل كنحتفلوا بالبنات الصغار اللي كيصوموا هذا النهار، كنلبسوهم لباس تقليدي ومع الطائفه العيساويه الوجديه اوسكار. لا كنخدموا من اللي كيبدا رمضان حتى كيسال. السلام عليكم، عواجهكم مباركة بمناسبة هذا احتفال شهر رمضان المبارك. حنا اللي 27 حنا كنحتفلوا بهاد البنيتات الصغارات بالمناسبة ديالهم، نفرحوهم ونحتفلوا بهم يعني في هاد الأجواء الرمضانية، يعني كنحتفلوا بهاد البنيتات الصغارات غير الوجوه البريئة والملائكية، لبسوهم الكسيوات ونبرزوهم. كان العمارية الطائفة العيساوية والدقة المراكشية، وكسوا كاين كساوي التلمسانيه، كاين كساوي ديال الدراري الصغار الجزائريه، كاين الاميره بالتاج ديالها. وعواشكم مباركه، عقبال عام جاي ان شاء الله.